أحب البدايات القوية وواضح 2024 الإعلانات كلها ترندات. بشرة سارة لأهالي القطيف، افتتاح مستودعات المستشار الذهبي للأثاث المخفض، موقعهم القطيف المجيدية حي المستودعات، هناك يصير شارع القدس خلف شارع القدس منطقة المستودعات، وهذا هو المستشار الذهبي. فقط تكتبون بجوجل المستشار الذهبي يجيبكم لين عند الموقع. طبعا المستشار الذهبي غني عن التعريف، وهذا فرعهم العاشر، وبمناسبة الافتتاح عاملين عروض مرة مرة قوية. نبدأ إعلاننا بطقم الكنب هذا، هذا الطقم حق 7 أشخاص، عندكم هذه ثلاثية وعندكم هذه ثنائية وثنتين مفردات. راح نتفاجأ بالسعر، كم سعره هذا؟ 2500 3000 ريال؟ لا 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 يا حبيبي لا، هذا الطقم ب 795 ريال بس، ومتوفر منه عدة ألوان، عندكم هذا البيج، وعندكم هذا اللون الجريه الغامق، وعندكم هذا اللون الجميل الحلو المميز، وعندكم هذا اللون أكثر من لون، 795 ريال بس. هذا الطقم جاي زاوية حق المجلس حق الصالة مرة حلو، طبعا 6 متر ممكن تحكمون في شكله 3x3 أو مترين في 4. عليهم ضمان؟ إيه نعم عليهم ضمان لمدة سنة، ضمان على الخشب وضمان على الإسفنج. طبعا ما شاء الله تبارك الله تتكلموا عن الألوان من هنا إلين الآخر، متوفر منه عدة ألوان، والكميات ما شاء الله تبارك الله خير من الله. السعر راح يكون صدمة، 699 ريال بس. جد يا جماعة أنا مصدوم بالأسعار، عندك صالة كبيرة، مجلس كبير جميل جدا وفخم، شو رايكم في هذا الطقم؟ هذا نيو كلاسيك جميل جدا، يكفي له إلين 11 شخص، ومتوفر منه عدة ألوان. السعر سابقا 3950، حاليا 2445 ريال بس، معقول؟ وهذه ألوانه، ايش رايكم يا جماعة؟ طبعا الأسعار اللي ذكرناها شاملة الضريبة، طبعا التوصيل على العميل، تعال واستلم الكنب حقك وعليك بألف. طقم طاولات، طاولة دائرية خشبية ومعاها 4 طاولات ضيافة، متوفر منه عدة ألوان. شنو هالصدمة؟ شنو هالأسعار؟ شنو هالترند؟ سابقا 320 ريال حاليا 119 ريال بس. عارف أنا إيش راح يعمل هالإعلان، راح يعمل زحمة يا دنيا زحمة. نستمر معاكم بالترندات، طاولة تلفزيون بلازما، إيش رايكم فيها؟ تهبل مو؟ متوفر منها عدة ألوان، سابقا السعر 180 حاليا 88 ريال بس. شنو هالعروض؟ شنو هالعروض؟ عربة تقديم متوفر منها لونين، اللون الأسود واللون الذهبي، الكمية خير من الله، السعر من 150 ل 88. أطقم البوكلي حق 11 شخص، هذه الهبة الآن، القماش الجميل، متوفر منه عدة موديلات. إيش رأيكم في حركته؟ مرة حلوة، اللون خطير، خطير يا جماعة. حق 11 شخص، شوفوا اللون من قرب. ما شاء الله تبارك الله، والسعر يا حبيبي من 4450 ل 3950. طبعا المستودع مرة ضخم يا جماعة، وتوه فاتحين، توهم بدون إعلان، زحمة يا دنيا زحمة. 1250 ريال. حكم حق 7 أشخاص، عدة ألوان، عدة، يا شوف يا جماعة 1250 ريال بس. ما شاء الله تبارك الله. أشجار الصناعية متوفر منها عدة أشكال، عدة ألوان، اللي ب80 واللي ب90 راح تكون ب49 ريال بس. طبعا لكل عميل حبة واحدة علشان الكل يستفيد من العرض. طبعا ما شاء الله تبارك الله والكمية. عروض على الدواليب، الدولاب أبو البابين 550 ريال، الثلاثة أبواب 750 ريال، الأربعة أبواب 850 ريال، ويقولوا العرض الخطير على طول يطير. جلسة خارجية خشبية مريحة جدا وشكلها جميل جدا ومميز، حق 4 أشخاص، السعر مجنون 995 ريال بس. عن أي فخامة تتحدث؟ هذه الجلسة أيضا خارجية حق 7 أشخاص، بالإضافة للطاولة معاها، السعر 1595 ريال بس. عرض السجاد النانو متوفر منها عدة أشكال، عدة نقشات، 2x3 متر، سابقا 180 حاليا ب99 ريال. هذه السجادة 1.60 متر ب230 ب88 ريال، وأيضا متوفر منها عدة أشكال، 88 بس يا جماعة. وهذه تغطيتنا بالمستشار الذهبي، فقط اكتبون بجوجل مستشار ذهبي يجيبكم لين عند الموقع المجيدية حي المستودعات. بالإضافة راح أحط لكم سنابهم، سنابهم فيه مسابقات وفيه جوائز قيمة، بعد السنابة هذه راح أحط لكم السناب ورقم التليفون، ضيفوهم وتابعوا الجديد عندهم.